طريق اللاذقية طرطوس في منطقة بنياس لكمين نصبته مجموعة مسلحة، مما أسفر عن مقتل أحد عناصر الجيش وإصابة آخر. من خلف السيارة يركض ما تبقى من متظاهرين ثوان قبل أن يختفي جميعهم. الأرجح أنها حبس، بالرغم من صعوبة تحديد المكان الذي التقطه هواة بكاميرا الهاتف. هاي ناس اجت من خارج سوريا وتطلق النار على سوريا، او جنبت ناس داخل سوريا لاطلاق النار على المتظاهرين، بتبين على انه هي ما بتتبع لرجال الامن ولا بتتبع للمتظاهرين نفسهم. الشعب يريد اسقاط النظام. ومع مرور الايام وتصاعد الاحداث تطورت مطالب المحتجين. هنا في بنياس المئات يكررون المطلب نفسه، فيما أكد نشطاء أن اتصالات الهواتف الأرضية والمحمولة قطعت بشكل كامل مع المدينة. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن قوات الأمن السورية واجهت اتهامات بإطلاق النار على المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وهو ما نفته أجهزة الأمن التي قالت إن عددا من رجال الشرطة قتلوا بدورهم على يد مسلحين مجهولين أطلقوا النار عشوائيا. فحتى مساجد بنياس لم تعد آمنة. المطالب نفسها، فقط المكان تغير. هنا أنخل، إحدى مدن محافظة درعا، وفي الصنمين فرقت الطلقات النارية المتظاهرين، أوقعت إصابات، ولكن ما من تاريخ محدد لهذا الفيديو. في حمص خرج المئات لتشييع قتلى أمس، أما الجرحى فتناقضت تصريحاتهم. حتى حماني من الضرب عميد في الشرطة وكان قد يداه من كثر الضرب. ضابط من الضباط اجى قال بدنا اياه عايش، هذا ما بدنا اياه ميت. احدى عناصر الامن قالوا انه هدلولة يهود. انا قلت لهم نحن وطنيين ما لنا يهود. وأمام كل هذه الأحداث وخلال لقاء جمعه بنيكولاي مالادينوف وزير الخارجية البلغاري، جدد الرئيس السوري وعده بالمضي في طريق ما وصفه بأنه إصلاح شامل. حسين أوشن، العربية. لمزيد من المتابعة معنا من مدينة بنياس شاهد العيان أحمد محمد. سيد أحمد، لو تنقل لنا بموضوعية وهدوء، كيف هو الوضع في بنياس في هذه الأوقات وما الذي جرى اليوم تحديدا؟ الآن من الساعة الخامسة عند أذان الفجر تماما تحركت ست سيارات من منطقة تدعى منطقة القصور التي يقطنها جماعة من العلويين نحو مدينة بنياس عند أذان الفجر عند دخول المصلين إلى المساجد. وتحركت في الطريق الرئيسي لبنياس وتم اطلاق النيران بشكل مكثف على الموجودين في الشارع. طيب انت كيف وقد اصيب احد خمس اشخاص من الناس، واحد منهم في حاله خطره. انت كيف تاكدت انهم من العلويين؟ لان احدهم يسمى عيسى الشمالي والثاني ابو الحسن جعلوك، وهم اسماء معروفه لدى مدينه بنياس ولدى اشخاص كثيره في مدينه بنياس. يعني انت سيد احمد رايتهم بام العين؟ نعم، وقد تم مطاردتهم وتم صوت وصوره، مطاردتهم صوت وصوره، وتم اطلاق النار عليهم من قبل الناس الذين كانوا في بعض الناس الموجودين الذين يراقبون الشارع بالأسلحة الخفيفة وليست الأسلحة الثقيلة، يعني بواريد الصيد أو ما شابه ذلك يعني. طيب هذان الشخصان هل ينتميان إلى قوات الأمن أم لا؟ هم أصلاً هم لهم علاقة وثيقة بضباط الأمن، وقد تم ترتيب ذلك على ما يبدو يعني. طيب كم هو عدد القتلى والجرحى؟ بالنسبة لهذه المرحلة الأولى التي تمت في فترة الصبح ظلت مستمرة حتى الساعة السابعة تقريبا بتوقيت سوريا، وبعدها تم إطلاق نيران مكثفة من قبل بعض قوات الأمن التي كانت موجودة في منطقة القوز. طيب. في الأوتوستراد على كل طيب الشاهد العيان أحمد محمد من مدينة بنياس، شكرا جزيلا لك.